وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من لوس أنجلوس سيد توفيق طعمة، الكاتب والمحلل السياسي. سيد توفيق، أهلا بك. إليكم صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح النور. بداية سيد توفيق، تحذير الأمم المتحدة من انجرار المنطقة إلى حرب شاملة، هل يجد هذا التحذير آذانا صاغية؟ للأسف حتى الآن لا توجد آذان صاغية لهذا التحذير، خاصة أن المجتمع الدولي أصبح الآن يعني ويبدو أنه ليس جدي لإيجاد حل للمنطقة لما يحدث وما تقوم به إسرائيل من اعتداءات جسيمة على مقرات الأمم المتحدة وعلى مؤسسات الأمم المتحدة وأيضا على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان وعلى المنطقة بشكل كامل. أنا بتقديري أن المجتمع الدولي مقصر، وأيضا هناك من يدعم أيضا إسرائيل ولا يستطيع أن يضغط يعني على إسرائيل، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الكيان الصهيوني، تدعمه في شن حربه وعدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني. كل هذا يحدث على مسمع ومرأة إدارة بايدن وعلى مسمع ومرأة مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وأيضا الأوروبيين. يعني حتى الآن لا يوجد أي موقف جدي لوقف إسرائيل عن انتهاكاتها الجسيمة وبحق الفلسطينيين وبحق أيضا المؤسسات المدنية التي ترعى شؤون الفلسطيني، خاصة الأونروا والتي صادرت مكتب الأونروا في القدس، يدل هذا أن إسرائيل تريد مسح الفلسطينيين من القدس، خطة مكتملة عند الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني من الضفة وغزة و48 والقدس والاستيلاء على كل شيء رمزي لفلسطين، خاصة يعني مكتب الأونروا الذي يمثل حق العودة. وهذا ما سعت إلى إسرائيل ليس جديدا، هذا من فترة طويلة من الزمن، هي تريد إلغاء مؤسسة الأونروا حتى تستطيع أن تلغي حق العودة، لأنه الأونروا هي الشاهد الوحيد الآن على تهجير الشعب الفلسطيني وعلى حقه في العودة إلى فلسطين. طيب سيد توفيق، إذن إلى متى ستبقى هذه الهيمنة الأمريكية على المنظمات الدولية؟ يعني دون أن يكون رادع، يعني إن لم تتخذ إدارة بايدن أي موقف جدي، وأيضا الأوروبيين أن يأخذوا موقف جدي بما يحدث، أيضا مواقف إقليمية ومواقف عربية رسمية، كل هذا إن لم يكن هناك مواقف عربية أمريكية دولية جدية تضغط على إسرائيل لإنهاء هذا العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى مؤسساته، أنا بتقديري ستستمر إسرائيل في عدوانها، ستستمر إسرائيل في مصادراتها للمؤسسات الحقوقية، مؤسسات المدنية التي تدعم الفلسطينيين، أيضا في مصادرتها للأراضي الفلسطينية وتوسعة الاستيطان، وأيضا تقوم في انتهاكات جسيمة، وخاصة ما يحدث في قطاع غزة من قتل وتهجير، وما يحدث الآن بالتحديد في شمال قطاع غزة التي تحاول دولة الاحتلال الصهيوني تطبيق خطة الجنرالات التي هي تتضمن يعني تهجير الشعب الفلسطيني من الشمال، من شمال قطاع غزة كله، حتى تكون هذه المنطقة منطقة عسكرية وتعيد الاستيطان فيها. كل هذا يحدث على مسمع ومرعى العالم، والعالم لا يتحرك، حقيقة لا يتحرك، لأن هناك أمريكا الداعم الذي يستطيع بشكل جدي الولايات المتحدة، لكن للأسف أن إدارة بايدن هي مشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني، بل هي من تقود أيضا الحرب، هي من تزود إسرائيل بجميع أشكال الدعم لاستمرار جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني. قد البعض يسأل لماذا لا تفعل شيء، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط؟ أنا بتقديري لأن هناك الانتخابات أمريكية، وإدارة بايدن لا تستطيع الضغط على إسرائيل لأنه هذا لا يصب في مصلحة المرشحة على الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس، وهذا سيستغل المنافس لكاميلا هاريس ترامب ليقول أن الولايات المتحدة أو إدارة بايدن تضغط على إسرائيل لقبول الشروط الفلسطينية أو لقبول كذا وكذا وكذا، أو أن إدارة بايدن تتخلى عن دولة الاحتلال وتدعم إيران وكل هذه الأمور. فهناك مصالح انتخابية من المستبعد أن تضغط إدارة بايدن على ما يحدث
في المنطقة. ولكن الشعوب الغربية سيد توفيق خرجت في مظاهرات عدة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، ولكن حكومات هذه الشعوب لا تفعل شيئا. هل ستغض الطرف عن شعوبها وتظل صامتة إذا ما يحدث؟ يعني الحقيقة الشعوب ما قصرت حقيقة الأمر. الشعوب الغربية بالتحديد الشعوب الغربية، وأنا أتحدث إليك من أمريكا كوني أنا عايش في أمريكا صلي أكثر من 40 عام، وإحنا بنعرف كيف تطورت هذه التضامن مع الشعب الفلسطيني على مر السنين، خاصة ما حدث في السنة الماضية، وكيف تحول الرأي العام الدولي والرأي العام المحلي في أمريكا خاصة الشعبي. حقيقة الأمر كل هذه الاحتجاجات اللي تخرج كل يوم، كل أسبوع، كل نهاية أسبوع تخرج بعشرات الألاف، مئات الألاف، كل هذا حقيقة الأمر لم تستطع الضغط على نتنياهو، لم تستطع الضغط على حكومة أمريكا للضغط على نتنياهو. كل هذا أيضا هناك في وزارة الخارجية الأمريكية أعضاء في وزارة الخارجية استقالوا، وأيضا من وزارات أخرى هناك أصوات، لكن هذه الأصوات ما زالت قليلة لا تستطيع أن تأخذ قرارا، لأنه أي شيء أي قرار يجب أن يذهب إلى الكونغرس. عندما تكون الأغلبية بيد الداعمين لدولة الاحتلال من الصعب جدا أن تكون هناك قرار لصالح الشعب الفلسطيني، فكل هذا أقلية في الكونغرس الذين يدعمون الشعب الفلسطيني، لكن شعبيا هناك الشعب الأمريكي غير راضي، ولكن إدارة بايدن لا تسمع لشعبها، لا تسمع للناخب الأمريكي الذي يطالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ويطالب إدارة بايدن بوقف بيع السلاح لإسرائيل، وأيضا لأن هذه الناخب الأمريكي يدفع من جيبه هذه ضرائب تؤخذ من المواطن الأمريكي، وهذه الضرائب هذه الحكومة الأمريكية ما عندها مؤسسات ولا عندها مصانع، هي الحكومة الأمريكية بالتحديد هي كل مصادرها من الضرائب، من ضرائب المواطنين، ضرائب الشركات، كل شيء ضرائب، فالمواطن الأمريكي يدفع النصيب الأكبر من الضرائب، وكل هذه الضرائب تؤخذ تنفق على الحكومة وتنفق بشكل مساعدات على دول، ومنها دولة الاحتلال اللي بتأخذ كل سنة ما يقارب 4 مليار دولار سنويا، غير طبعا السنة اللي قدمت أكثر من 40 مليار دولار، كل هذا يأتي من جيب المواطن الأمريكي. لهذا السبب بنشوف في المظاهرات اللي بتخرج أسبوعيا أو بشكل يعني كل يوم بعد يوم تحمل لافتات وتطالب الحكومة الأمريكية لا تستخدموا فلوسنا أو أموال الضرائب لقتل الفلسطينيين، لكن للأسف كل هذه المناشدات وكل هذه الاحتجاجات حقيقة لم تستطع تغيير موقف الإدارة الأمريكية من العدوان على الشعب الفلسطيني. نعم، طب سيد توفيق، هل يملك الفلسطينيون والعرب أوراق ضغط يمكن استخدامها لمنع اشتعال المنطقة وعرقلة المخططات الإسرائيلية؟ يعني إذا قصدك المواطنين العرب في أمريكا والفلسطينيين، إذا هذا ما تقصد؟ لا، أقصد المواطنين العرب والفلسطينيين في جميع أنحاء العالم. نعم، في جميع أنحاء العالم. نعم، حاولنا، كل الفلسطينيين حاولوا والعرب والمسلمين، طلعنا في مسيرات ومظاهرات. نعم، تكلمنا كثيرا مع أعضاء في البرلمانات الأوروبية، يعني أنا أعرف يعني علاقاتي مع بعض الأخوة في أوروبا من النشطين الفلسطينيين، قالوا وتحدثوا مع أعضاء في البرلمان كثر، أيضا في أمريكا نحاول أن نوصل الصورة، لكن الغالبية والهيمنة هنا اللوبيات الصهيونية يعني أكبر منا بكثير، يعني بصراحة أقول لك هي هذه متجذرة في أمريكا بصراحة، ولها إنفلونس ولها تأثير كبير جدا على المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومسؤولين أيضا حتى في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. فهذه المنظمات حقيقة من هي أقوى منا بكثير، يعني أقول لك بصراحة نعم نحن فلسطينيين وعرب نحاول أن نرفع أصواتنا، نحاول أن نفضح السياسة الأمريكية، نحاول أن نعري إسرائيل وجرائمها، نحاول أن يعني بكل وسائلنا اللي نستطيع بها أن نوصل الصوت ووصل الصوت للكثير، لكن هناك هيمنة غير مسبوقة، هيمنة صهيونية
هيمنة لوبيات إسرائيلية وشركات إسرائيلية، ممولين أمريكان من يهود. يعني هؤلاء حقيقة لهم وبيدهم المال والمليارات الدولارات، وهم يستطيعون من خلال المال والتأثير أنهم يأخذوا ما يريدون. ولهذا السبب نرى أن الكثير من أعضاء في الكونغرس الأمريكي يدعمون دولة الكيان الصهيوني، ليس محبة في الكيان الصهيوني، إنما أن هناك لوبيات تدعم المرشحين حتى يفوزوا في مناصبهم، تدعم حملاتهم الانتخابية، تدعم حملاتهم الانتخابية وتدفع لهم ملايين الدولارات ويفوزوا. وبالتالي عندما يفوزوا في هذه الانتخابات من الطبيعي جدا أن يخدم مصالحهم، سيخدم مصالح. وهذا ما يحدث بالتحديد هنا في الولايات المتحدة. هذه السياسة الأمريكية، ما تفكر السياسة الأمريكية عند مبادئ ولا أخلاق؟ لا يوجد حتى في الداخل الأمريكي، لا يوجد شيء اسمه أخلاق ولا مبادئ، كلها مصالح. مصالح ليس فقط كما قلت في الداخل، إنما أيضا في الخارج. أنت بتدعمني أنا بدعمك، أنت يا العرب والمسلمين إذا معكم المال تقدروا تدعموا أعضاء في الكونغرس الأمريكي بنقدر، لكن إحنا يعني إحنا كلك بصراحة يعني العرب والمسلمين مشتتين شوي هون يعني نستطيع، ولكن حتى الآن لم نصل للمرحلة إنه نستطيع أن نغير في السياسات الأمريكية بشكل جذري، حتى الآن ما وصلنا لها. كيف يمكن تقوية هذه الأصوات إذن التي وصفتها سيد توفيق بأنها الأصوات الأضعف في مقابل الأصوات الغربية؟ يعني رح يكون مزيد من العمل حقيقة. يعني لو نروح نرجع مثلا 10 سنين، نرجع 10 سنين لورا، بنشوف إنه التضامن مع الشعب الفلسطيني ما كان زي اليوم، ما كان. يعني إحنا اليوم بنشوف أعضاء في الكونغرس الأمريكي سيناترز الآن بعد ما فهموا القضية الفلسطينية وعرفوا ما يحدث في فلسطين، وأنه إسرائيل ليست هي دولة ضحية، هي دولة عدوانية، وعرفوا حقيقة الشعب الفلسطيني اللي زنزح الاحتلال أكثر من 67 عام. كل هذا خلال السنين، بقول لك بجوز 10-15 عام تغير، وصار في عنا اندماج من العرب والمسلمين في السياسة الأمريكية. صار عنا مثلا أعضاء في الكونغرس الأمريكي مثل رشيدة طليب، نعم، فلسطيني من أصل فلسطيني، عندك إلهان عمر من أصل صومالية، أيضا عندك من أمريكان سود يدعمون القضية الفلسطينية، أعضاء في الحزب الديمقراطي يدعمون القضية الفلسطينية. مثلا الرئيس الأمريكي المرشح للرئاسة قبل 4 سنين اللي هو بيرني ساندرز، هذا أحد يهودي من أصل يهودي كونغرسمان، يدعم وضد سياسة إسرائيل ويقول جهارا، يتحدث أن نتنياهو مجرم حرب ويجب محاربته ويجب عدم استقباله في الكونغرس الأمريكي. هناك أعضاء كثر في الكونغرس الأمريكي يعني من الحزب الديمقراطي يؤيدون القضية، لكن ما زالوا حتى الآن لا يشكلوا الأغلبية حتى أنه نستطيع أن نصوت أو هذا المجلس يصوت على قرار لصالحنا. لكن وجودنا الآن يعني في تغيرات، وأنا بتقديري ما حدث في الشارع الأمريكي في السنة الماضية وحتى الآن من احتجاجات وخاصة الطلابي، الاحتجاجات الطلابية، أنا بتقديري أن التغيير قادم على السياسات الأمريكية الخارجية فيما يتعلق بفلسطين، خاصة يعني بجوز مش السنة اللي هذه أو اللي بعدها، قد يكون بعد 4 سنين 5 سنين، لكن الآن الشعب الأمريكي والفئة الطبقة المتعلمة بالشعب الأمريكي اللي معظمها بصيروا بوصلوا لمراكز سياسية ومسؤولين في أمريكا، هؤلاء من الجامعات اللي خرجت وتمردت على سياسة أمريكا وأغلقت الجامعات وتم اضطهادهم من الشرطة الأمريكية اللي طالبوا بحق الفلسطينيين. هؤلاء سيكونوا بصف الفلسطينيين عندما يتخرجوا من الجامعات، عندما يصيروا مثلا يصيروا مسؤولين على مستوى الولاية أو مسؤولين على مستوى الدولة. هؤلاء بيعرفوا القضية، والصحيح أنه التغيير قادم، أنا بتقدير سيحدث التغيير والتغيير لصالحنا. بس لكن هذا كما أنت حضرتك سألتك كيف أنه ممكن إحنا بدنا نطور نزيد، لا نتوقف، نستمر في العمل الجماهيري، العمل النقابي، العمل تحشيد الشارع الأمريكي لصالح القضية الفلسطينية، نعري إسرائيل كل يوم، نطلع ونحكي عن المعاناة الشعب الفلسطيني وما يحدث في العالم كله. الآن بيعرف الشوارع العالم، الشارع الأمريكي كله بيعرف ما يحدث في فلسطين. على الأقل إحنا استطعنا نكسب شريحة واسعة في الجمهور الأمريكي، أيضا في الجمهور الغربي، وأيضا على الساحات الإعلامية في تغير الرأي العام الدولي لصالح الشعب الفلسطيني.
شكرا لك سيد توفيق طعمة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من لوس أنجلوس.